ولا المنهج أهدافه. ولما نرجع لورق المناهج اللي هما ما بينشروهوش، ده بيتاخد بس بياخدوه اللي هيدرسوا المناهج دي، سري. بيتقال في ايه هدف المنهج ده، ايه المستهدف من المنهج ده. المنهج محطوط عشان يخدم على خطة، مش منهج شيء محطوط للتصنيع. عبثا وعلى المراحل كلها، من اول ما هناخده طفل صغير لحد اما هيبقى داعية او عضو تنظيمي، عضو عامل زي ما بيقولوا. هو الوصول لمرحلة عضو عامل دي بيعدي قبلها بمراحل كتيرة جدا، انما المنهج كله بيتعامل علشان يصنع فرد تنظيمي. ومؤخرا من بعد 2013 مثلا أعيدت صياغة مناهج كتير ليست انسلاخا من المناهج القديمة، المناهج القديمة موجودة زي ما هي أضيف عليها مع كتير إضافات تتناسب مع مع مرحلة. تطور العالم، زي مثلا إنه لازم نعلم ولادنا استغلال السوشيال ميديا واستخدام السوشيال ميديا، فمنهج كامل للتعامل مع السوشيال ميديا في الآخر تفضل في إطار التنظيم، أو إزاي تتعامل معاها بما يخدم التنظيم. اللغة مثلا من الحاجات اللي أضيفت للمناهج التنظيمية حديثا للأطفال كمان، إن هم لازم يتعلموا إنجليزي كويس جدا علشان العالم بيتطور دلوقتي، فمحتاج الإنجليزي. البرامج اللي بتتقدم لهم، الأنشطة اللي بتتقدم لهم، دخل فيها حتى البرمجة، بقت جزء من المنهج والأنشطة بتاعتهم من هم صغيرين. المنهج بيتطور بما يخدم الجماعة، وفي نفس الوقت يعني يطلع فرد تنظيمي ما هوش خارج بره إطار الجماعة، بس متوائم مع العصر. متوائم مع أهداف الجماعة. ما هي الجماعة علشان تفضل موجودة السنين دي كلها هي لازم تكون على مواكبة. بالظبط على مدار الوقت بتدور ازاي تواكب. من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري وانا ببص على المناهج الجديده اللي اتعملت مؤخرا، دخل فيها اصول الاتيكيت فعلا. وتعلم الاتيكيت للاطفال من وهما صغيرين، ده دخل في منهج الاسبال وهما صغيرين علشان العالم بيتطور، فاديله بس بتهيألي ده هيدرس لشرائح اجتماعية معينة، مش لكله ولا للكل، لا ده نازل، كوسيلة من وسائل الحركة التنظيمية بقى. لا ده نازل للكل مع مراعاة انه الطبقية في التنظيم في كل حاجة، فينفع لا، هي انه هنا دي أداة للنشاط التنظيمي، مش لتهذيب الفرد لا لا الإخواني. لا لا مش لا، دي تهذيب الفرد، أداة دي أداة نشاط علشان حركة، دي أدوات هيحتاجها أداة التنظيم حركية. الفترة اللي جاية، فبالتالي محتاجين أعضائهم يتعلموا الكلام ده علشان يعرفوا يتعاملوا مع العالم، فيبقى الفرد التنظيمي فرد جاذب للي قدامه، قادر، ما هو قادر يكمل في مهمته اللي هو بيعملها علشان خاطر التنظيم.